حركة حماس من بيروت. ينضم إلينا عبر الهاتف علي الأمين، رئيس تحرير موقع جنوبية. أستاذ علي، مرحبا بك معنا. كيف تقرأ هذا الاستهداف؟ تحياتي لك ولمتابعي المشهد. لا شك أنه الحدث مهم وخطير، ويمكن أن يكون له أثار وتداعيات وردات فعل معينة. بالدرجة الأولى يمكن الإشارة إلى ما يمكن أن تقوم به حركة حماس في عملية الرد. بالتأكيد هو أمر محرج لحزب الله إذا عمل حصل في منطقة أمنية، منطقة خاضعة لسيطرته وسلطته والعروري في حماية حزب الله، وأيضا هو بطبيعة الحال المندوب حماس في ما يسمى وحدة الساحات، وهو المنسق الفعلي والعملي والقيادي في حماس، المنسق بين حماس وحزب الله. الأمر محرج لحزب الله، محرج لسبب: أولا أن حزب الله لا يريد أن يستدرج إلى مواجهة واسعة، وفي نفس الوقت هذا العمل يتطلب منه أن يقوم برد ما، لا سيما أنه في بداية الأحداث كان حزب الله، كانت إسرائيل هددت باغتيالات، خاصة عندما جرى الحديث عن أنه في بيروت مكتب التنسيق وأنها ستستهدف. كان حزب الله ردوا أيضا أنه لن يسكت على أي عملية اغتيال أو ممكن أن تطال أحد من قيادات الفلسطينية في لبنان. وبالتالي سؤال اليوم هو ماذا يمكن أن يفعل حزب الله؟ بتحليلي الأرجح أن حزب الله لن يذهب إلى أن يقدم، هو ما يفترضه حزب الله، أن يقدم هدية لنتنياهو الذي يريد الحرب مع لبنان. وبالتالي الأرجح أن حزب الله لا يذهب إلى رد يحرج إسرائيل بين مزدوجين، وأن لا يؤدي الرد إلى قيام عمليات ما. غدا هناك خطاب لأمين عام حزب الله بذكرى 4 سنوات على قاسم سليماني، وينتظر أن يقول حزب الله كلمته في هذا السياق. نصر الله مفترض أن يعبر عن الموقف تجاه ما جرى وما يمكن أن يقوم به. لكن أعود وأكرر أنه في مناسبات سابقة وفي ظروف قد تكون أفضل لحزب الله مما هو عليه اليوم، جرى اغتيال سليماني، جرى اغتيال عماد مغني في العام 2008، وأيضا الاغتيالات اللي صارت بسوريا لبعض القيادات الإيرانية، ولم نلحظ قيام برد مباشر. قد يكون هناك تحضير لعمل أمني ما، لكن واضح أنه من خلال المعطيات المتوفرة ومن خلال المواقف ومن خلال الأداء الذي يقوم به حزب الله في جنوب لبنان، والذي لم يتعرض لأي انتقاد أمريكي حتى الآن بما يتصل بالمواجهة مع إسرائيل، الأرجح أنه لن يذهب إلى هذه المواجهة، لأنه يدرك بطبيعة الحال أن هذه العملية في حال تطورت إلى حرب فإن ما ينتظر لبنان هو التدمير. صحيح أنه يمكن أن يؤذي إسرائيل ويوجه صواريخه، ولكن في المحصلة لن تكون هناك مكاسب فعلية حقيقية له، خاصة أنه في المسار الذي نلاحظه على المستوى السياسي في الاتصالات الدولية والإقليمية سواء من قبل الأمريكيين أو الفرنسيين، نلاحظ أن حزب الله حريص على إبقاء قنوات مفتوحة ويحاذر من اتخاذ مواقف قد تبدو مستفزة للموقف الأمريكي أو للموقف الفرنسي، خاصة عندما جرى الحديث عن 1701 وما إلى ذلك. وبالتالي الأمر محرج لحزب الله ويمكن أن ننتظر ونترقب ماذا يمكن أن يقوله أمين عام حزب الله غدا، الذي سيبقى دون بتقديري الذهاب إلى حرب مفتوحة. أستاذ علي، ابقى معي لو سمحت، ننوه مشاهدينا بهذه العواجل التي ترد تباعا. مسؤولون إسرائيليون يقولون كل قادة حماس على قائمة الاغتيال. وكالة الأنباء اللبنانية تقول المقاتلات الإسرائيلية تحلق بكثافة فوق بيروت وصيدا.
القناة الثانية عشر الإسرائيلية تقول إن الليلة ستكون طويلة جدا في الجبهة الشمالية مع لبنان، ورد حزب الله على قصف الضاحية الجنوبية سيفتح مرحلة جديدة من الصراع. الوكالة الوطنية اللبنانية تقول ارتفاع حصيلة قتل انفجار الضاحية الجنوبية إلى 6 بالإضافة إلى 11 جريحا. أما القناة الرابعة عشر الإسرائيلية قالت أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف بيروت لأول مرة منذ عام 2006. حماس كانت قد صرحت باغتيال 2 من كبار قادة القسام مع العاروري في الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. رئيس الوزراء اللبناني كان ندد أيضا بهجوم ضاحية بيروت الجنوبية ووصفه بأنه جريمة إسرائيلية جديدة. إذن بحسب حماس ثمة استهداف لاثنين من كبار القادة في هذه الحركة في بيروت وفي هذا الهجوم الذي طال موقعا في الضاحية الجنوبية في بيروت، واستهدف صالح العروري القيادي الكبير في حركة حماس. يذكر أن أستاذ علي، الرجل كان على علاقة تعاون بالقائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وغدا سيكون هنالك كلمة لحسن نصر الله في الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني. إذن قائمة الاستهدافات طويلة أيضا بحسب الإعلام الإسرائيلي. ماذا يتوقع أن يشهد الداخل اللبناني؟ هل سيكون هذا الاستهداف متكررا وروتينيا كما نلاحظ أنه أصبح في سوريا مثلا؟ ثمة استهدافات أسبوعية وحتى يومية بعد 7 أكتوبر. ما في شك أنه الاستهداف في لبنان له معنى مختلف عن سوريا. نحن شهدنا استهدافات خلال 10 سنوات الماضية، مئات الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية اللي استهدفت مواقع لحزب الله أو سيارات أو شحنات أسلحة، وهذا كان يجري. لكن في لبنان بالتأكيد له معنى آخر مختلف. العروري بطبيعة الحال هو المنسق، يعني ممثل حماس في عملية التنسيق في مشروع وحدة الساحات الذي يديره حزب الله، وبالتأكيد هو مشروع جاء طرح بشكل عملي بعد اغتيال سليماني. سليماني كان هو الذي يلعب هذا الدور في عملية التنسيق، وجاءت فكرة وحدة الساحات كرد على هذه العملية بالمعنى السياسي. بالتأكيد العروري هو أيضا يعتبر من المقربين لحزب الله، هو قريب من الإيران، من إيران، يعتبر من القيادات اللي مؤيدة للعلاقة الوثيقة مع إيران. نحن نعلم أن حركة حماس فيها عدة اتجاهات أو على الأقل عدة أنزجة، نتحدث عن تيارات مختلفة، لكن لا أعني هنا أنه هناك انقسام أو ما إلى ذلك. لكن العروري يمثل العنوان الإيراني في حركة حماس، على الأقل هو الطرف الذي يجلس في منطقة حزب الله، وهو الذي يدير عملية التنسيق في بيروت، وهذا له دلالة من ناحية أن استهداف هذه الشخصية هو استهداف لهذه الحلقة الوصل القائمة بين حركة حماس وإيران وحزب الله بطبيعة الحال. بالتأكيد غدا لا شك أنه في تأتي هذا الأمر في عشية الاحتفال بالذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني في بيروت، وهذا يتطلب بالضرورة، خاصة أن المناسبة هي الاغتيال، نصر الله سيكون أمام أمرين: اغتيال قاسم سليماني الذي لم يجري الرد عليه حتى الآن، والآن اغتيال العروري الذي يصعب الحديث عن إمكانية رد بالمعنى الواضح والدقيق والمعلن. وهذا كما كنت أشرت قبل قليل خلال حديثك مع زميلنا جوني، أنه هذا يمكن أن يؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من الابتزاز الإسرائيلي، بمعنى نتنياهو الذي يريد الحرب كوسيلة من وسائل البقاء على قيد الحياة السياسية
ويحاول أن يستدرج يعني العملية العسكرية في لبنان، هذا بالتأكيد سيكون أمام أعين نصر الله، بمعنى أنه هل سيغامر الرد وبالتالي يتحضر للمواجهة الكبرى، لأنه واضح أنه هذا أيضا وعدم الرد في هذه الحالة سيؤدي إلى مزيد من العمليات. نحن نفرق بطبيعة الحال بلبنان، يعني لو الأمر كان اليوم اغتيال لقيادة بحزب الله بالتأكيد كان الرد سيكون مختلفا، مجرد اغتيال شخصية تابعة لحماس يعني ليست لحزب الله بتقدير الأمر يخفف من أثقال المعنوية على حزب الله، باعتبار أن حماس يمكن أن تقوم بهذه العملية الرد في المعبخ. لكن الخطر كما قلت قبل قليل بأنه هل نحن أمام وهذا ما حدد به الإسرائيليون، نعم، عدم الرد سيؤدي إلى تشجيع إسرائيل لتنفيذ، يعني الرد مشكلة وعدم الرد مشكلة أساس علي، خاصة أنه لبنان كان عم يطرح في الآونة الأخيرة إذا لاحظتي أن يتحول إلى ملجأ لقيادة حماس عندما جرى الحديث عن الخروج من غزة، أنه في كلام تزايد في الآونة الأخيرة عن إمكانية أن يكون لبنان ملجأ لقيادات حماس أو حتى لبعض المقاتلين حماس، وهذا كمان مرتبط بأمور أخرى ليس يعني اليوم بيانها على الأقل في مستقبل المخيمات الفلسطينية اللي كانت عشية 27 في حالة انفجار بلبنان وصراعات. فبالتالي هذه العملية برأيي أيضا رسالة تفرمل إمكانية أن تبدأ حركة حماس بالتفكير بأن تكون لها حضور يعني قيادي على مستويات في لبنان، وأيضا حزب الله سيكون حذر في هذا الأمر، لكن كل ذلك يبقى رهن ما يمكن أن يصدر عن حزب الله اللي هو مطالب على الأقل بأن يقول شيئا ما في عملية تمت في منطقته، خصوصا إذا كان هنالك بين القتلى مدنيين. بالتأكيد أيضا هذا أمر، فضلا عن أنه العروري هو في حماية حزب الله، يعني هو أيضا يعني ليس في منطقة، هو ليس لم يقتل في المخيم الحلوي مثلا أو الرشيدية، وقتل في منطقة بئر العبد، المنطقة الأمنية التي خاضعة لسيطرة حزب الله بشكل كامل. هذا أيضا له دلالة، يعني بمعنى أن الاغتيال وكأنه تم في مكتب لحزب الله، يعني العملية الاغتيال. فبالتالي كمان هذا أمر لا يمكن لحزب الله أن يتجاوزه ويعتبره يعتبر أن ذلك أمرا لا يعنيه مباشرة، وخاصة أنه دائما في يعتبر حزب الله محاولة مستمرة لفك الارتباط بينه وبين حركة حماس، خصوصا بعد الرد الذي اعتبره الكثيرون رد على عملية على الهجم الإسرائيلي على غزة أنه رد خجول ليس بالمستوى الحدث الذي حصل في غزة. على الأقل في مزاج عربي أو إسلامي ما يرى بأنه إيران وحزب الله كان يجب أن يتدخلا بشكل مختلف عما هو حاصل اليوم. فأيضا هل عملية الاغتيال تأتي في سياق زعزعة هذه العلاقة برأيي إلى حد ما؟ أستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.